هل كنت تعلم أن الحية والطاووس طردوا من الجنة من قبل؟ ولماذا طردوا؟ هيا لنتعرف على قصة طردهم من الجنة. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. يعيش الطاووس الأزرق في الهند ويعتبر طائرا وطنيا هناك. إن الرمز وسط العلم الهندي يرمز إلى الطاووس الأزرق، ويمتاز هذا الطائر بمظهر ملكي، وهو من أفضل الأنواع وأكثرها جمالا. يبلغ حجم الذكر حجم ديك رومي، وله عنق بلون أزرق، كما له صف من الريش الأخضر المخطط. وفي معظم البلاد تأتي الأفواج السياحية لزيارة الطاووس بفضل جماله الأخاد. وفي الماضي كان الطاووس يزين حدائق روما القديمة والكثير من لوحات المسيحيين. ويتغذى الطاووس على الثعابين والفراشات، ويعتبر أيضا رمزا من رموز التصوف. والآن هيا نتعرف ما سبب طرد هذا الطائر الجميل والحية من الجنة. وكما هو مذكور في الكتب المقدسة والتوراة والإنجيل، إن الطاووس هو من ساعد إبليس على دخول الجنة وعلى الشجرة الملعونة والتي أكل منها سيدنا آدم، والتي كانت سببا في خروجه من الجنة. أما الحية فكان لها قوائم مثل قوائم البعير. دخل إبليس جوفها ليغري آدم بهذه الشجرة، فغضب الله على الحية وألقى عنها قوائمها. وذكر أن إبليس عندما أراد أن يدخل الجنة وقف على بابها 300 عام، وعندما رأى الطاووس طلب منه أن يدخله الجنة وأخبره عن من سيدخله الجنة، وكانت الحية هي من ساعدته ودخل إبليس إلى جوفها، إذ كانت الحية خادمة لسيدنا آدم عليه السلام، فخانته ومكنت منه عدوه. وأغرى إبليس آدم وحواء وأكلا من الشجرة، وطرد الله عز وجل آدم وحواء وإبليس والطاووس والحية بعد أن أزال عنها قوائمها وجعل رزقها في التراب. قد تبدو لكم هذه القصة مجرد خرافات، ولكن تأملوا في معناها جيدا. فهل فهم أحدكم مغزى هذه القصة؟ أخبرونا في التعليقات. كما لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، فإنكم تساهمون في نشر الخير الكثير.